انا مش عارف هنتكلم في اللائحة. يعني اكيد دلوقتي بيشوفوا اللائحة. انا مش عارف اللائحة بتقول ايه بصراحة في القصة دي. فربنا كابتن احمد شناوي هيخش دلوقتي مع اللائحة يفسرها. اه تمام دي مهمة بيذاكر الموضوع. كابتن احمد حكم هيخش اللائحة ليه؟ كابتن شناوي ماله باللائحة بتاع مسابقات اللائحه؟ ما هو لازم برضو يبقى اكيد اصل ده تعامل مع الحكم مباشره. ليه في هو يقول يعني اللي حصل يعني. الحكم عارف لا اصل تعامل مع الحكم مباشره يكتب التقرير بتاعه. ما تعرفش اللائحه؟ لا ما بقول لك اللائحه دي لجنه مسابقات يعني حسام الزناتي. انا فاهم بس ما فيش حكم. هو ديبند على تقرير الحكم. مش عارف هو يعني الحكم هيقول ايه في التقرير. ممكن اشرح لحضرتك؟ اتفضل يا فندم. انت مش مديني وقت حضرتك. انا والله ما اقدرش. اي حكم لازم يبقى حافظ اللائحه. يعني التعدي او باللفظي على الحكم عقوبه كذا حقوقه يعني ده ما على قصدي. مش هو اللي بيحط العقوبه بس هو يعني زيك انت مثلا انت كمقدم لازم تبقى عارف ان العقوبه كذا. لكن هو هو لو ما عرفش ما عندهش مشكله في شغله. انا يعني عارف العقوبه. انا فاهم طبعا. انا فاهم. انا قصدي الحكم لو مش عارف حتى العقوبه هي مش يعني مش ده شغله الاساسي. العقوبه ايه؟ هو بيطبق العقوبه. لا انا هنا بياخد العقوبه. لا احنا مختلفين. اللجنه لا لازم بعرف يعني النهارده الحكم نفسه لازم يبقى عارف النهارده العقوبه اللي أيوة كام يعني. طبعا عشان هي ريليتد. ايوه مش هو اللي هينفذها. العقوبات عارفه طبعا معروف. بس قصدي ممكن مش عارف مثلا لو حد تعدى كام لو حد تلف ممكن يبقاش عارفها. بس هو لا مش ده شغله. انا قصدي مش هتقلل منه كحكم يعني مش لا وديبند كمان على ده التارجت بتاعه يعني مسؤول مسؤوليه مباشره بالتقرير يعني. بس هو التقرير هو اللي التقرير بالظبط. فهي الحكم هيبقى النهارده يعني